إذن النقطة الثانية هي دور النيابة العامة في قانون الأسرة تحدث المشرع المغربي عن مركز النيابة العامة في مدونة الأسرة في المادة الثالثة بقوله تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة وقبل تفصيل الحديث عن علاقة هذه المادة بقانون المسطرة المدنية تجدر إشارة إلى إن, أن الدور الذي أسنده المشرع المغربي للنيابة العامة يعد تكريسا قانونيا للتدخل القوي والمتزايد الذي تبديه مختلف الدول الحديثه في شؤون الاسره وقد تحدث على سبيل المثال العميد كاربوني في المقدمة التي كتبها للمجلد العاشر من مشورة كلية الحقوق ببواتيه صادر سنة 1983 تحت عنوان القانون المدني غير المدني للأسرة لو دغوا نون سيفيل دو لا فامي بقوله إن الدولة لم تعد تقتصر على أن تبدي حضورها عن طريق بعض المحظورات، فهي قد تمركزت في قانون الأسرة كمتدخلة. ومن مظاهر تمركز الدولة في قانون الأسرة هذا الاختصاص أو هذا الدور الجديد الذي تم إسناده للنيابة العامة وهو اعتبارها طرفًا أصليًا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة. فماذا يقصد بالطرف الأصلي؟ لقد تكلف الفصل السادس من قانون المسطره المدنيه بتحديد وضعيه النيابه العامه في الدعوه المدنيه بحيث نص على انه يمكن للنيابه العامه ان تكون طرفا رئيسيا او ان تتدخل كطرف منضم وتمثل الاغيار في الحاله التي ينص عليها القانون، اذا فمركز النيابه العامه يتراوح ما بين وضعيتين، وضعيه الطرف الاصلي او الطرف الرئيسي كما جاء في المسطره المدنيه ووضعيه الطرف المنضم. ويستفاد من هذا الفصل اي الفصل السادس من قانون المسطره المدنيه ان النيابه العامه اما ان تكون طرفا رئيسيا في الدعوه او ان تكون طرفا منضما ومن المعلوم في فقه المسطره ان النيابه العامه تكون طرفا رئيسيا او اصليا في الدعوه عندما تكون مدعيه او مدعى عليها في الحالات التي يحددها القانون على سبيل الحصر، إذا فالنيابه العامه لا يمكنها أن تتقمص هذا الدور وأن تكون طرفا رئيسيا أو طرفا أصليا إلا إذا كان هناك نص قانوني صريح يسند لها هذا الاختصاص في المجال المدني، في المجال المدني لا يمكن للنيابه العامه أن تكون طرفا أصليا أو رئيسيا في الدعوه إلا إذا كان هناك نص قانوني صريح يسند لها هذا الاختصاص صراحةً. وعندما تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو رئيسيا في الدعوة فإنها تستفيد في هذه الحالة من كافة الطرق الطعن المتاحة للمتقاضين ما عدا التعرض ويتعين على الرغم من من حضورها جلسات أن يتم تبليغ الأحكام الصادرة في الدعوة إليها كطرف رئيسي وتبدأ أجل الطعون في السريال بمجرد القيام بهذا الإجراء كما تسمح هذه الصفة أي صفة الطرف الأصلي للنيابة العامة بالإجابة عن طلبات الأطراف والتعقيب على مذكرتهم وتلتزم النيابه العامه التي تتدخل في الدعوه كطرف رئيسي ان تحضر لكافه الجلسات طبقا لمقتضيات الفصل العاشر من قانون المسطره المدنيه، اذا عندما تكون النيابه العامه طرفا رئيسيا او طرفا اصليا في الدعوه يتعين عليها ان تحضر جميع الجلسات ويتعرض كل حكم صدر من غير احترام هذه الشكليه للجوهريه للبطلان. اذا ما إذا أخذنا بمقومات الطرف الأصلي في الدعوة كما حدده قانون المسطرة المدنية فإن النيابة العامة يتعين عليها أن تحضر في جميع جلسات المتعلقة بقضايا الأسرة كما أن النيابة العامة في قضايا الأسرة وفقا لهذا الفهم تعتبر إما مدعية أو مدعا عليها وكان يمكن ان نسير على هذا الفهم وان نقتصر عليه لولا ان الفصل التاسع من قانون المسطره المدنيه عند تعديله بموازاه مع مدونه الاسره لم يتضمن ما يحول ذلك ما يحول دون ذلك اذ ان الصيغه الجديده للفصل المذكور بعد تهديل بعد تعديله صارت على الشكل التالي يجب ان تبلغ الى النيابه العامه الدعاوى الاتيه ومن بين هذه الدعاوى القضايا المتعلقه بالاسره اذا مع التداخل ما بين الماده الثالثه من مدونه الاسره والفصل التاسع من هذه المدونه طرح الاشكال هل النيابه العامه تعتبر طرفا اصليا ام تعتبر طرفا منضما اذا كان هناك نقاش فقهي حول هذه المساله وهناك من يرى ان النيابه العامه طرف اصلي في جميع قضايا الاسره ويتعين عليها ان تحضر جميع جلسات قضايا الاسره وهناك من راى ان النيابه العامه وان اعتبرتها الماده الثالثه من مدونه الاسره طرفا اصليا في قضايا الاسره الا ان الفصل التاسع من قانون المسطره المدنيه وضح بشكل جلي المركز القانوني للنيابه العامه وبالتالي فان النيابه العامه غير ملزمه بحضور جميع قضايا الاسره وقد كان هناك في بدايه تطبيق مدونه الاسره يعني حضور للنيابة العامة في جميع قضايا الأسرة ولكن نظرا للمشاكل التي طرحت طرحتها هذه المسألة طرحت هذه المسألة للنقاش وتم الاستقرار في نهايه المطاف على ان النيابه العامه ليس بالضروري من الضروري ان تحضر كل جلسات قضايا الاسره الا اذا كان هناك نص قانوني صريح في مدونه الاسره ينص على اعتبار النيابه العامه اما مدعيه او مدعا عليها كما هو الحال على سبيل المثال في قضايا التصريح بحصولي على برجوع شخص تم الحكم بتفويته على سبيل المثال اذا اذا كان هناك نص قانوني صريح ينص على ان النيابه العامه تعتبر مدعيه او مدعا عليها فان حضور النيابه العامه في هذه الحاله للجلسه يكون اجباريا اما اذا لم يكن هناك نص صريح ينص على هذه الصفه للنيابه العامه فيكفي ان تتقدم النيابه العامه بمستنتجاتها الكتابية وهذا الفهم أو هذا التوفيق ما بين المادة الثالثة من مدونة الأسرة والفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية هو فهم يعني موفق وسليم للغاية لماذا؟ لأن النيابه العامه حتى وإن لم تحضر الجلسه فهي ملزمة بتقديم مستنتجاتها الكتابيه والمستنتجات الكتابيه لا يمكن ان تكون إلا إذا قامت النيابه العامه بدراسه الملف دراسه دقيقه ومفصله وتقديمها لمستنتجاتها الكتابيه هو الذي يبرز الدور الذي اراد المشرع ان يسنده للنيابه العامه وهو ان لا يكون حضورها في هذه القضايا حضورا كما جرت به العاده في نظل النظام السابق حيث كانت النيابه العامه تكتفي فقط بطلب تطبيق القانون وانما ان يكون حضورها حضورا فعليا تبدي من خلاله وجهه نظرها في القضيه وتحدد وتقدم طلباتها وتحدد موقفها من النزاع بشكل يعني واضح وصريح وبذلك يصبح للنيابه العامه دور اساسي ومهم في مراقبه تطبيق قانون الاسره مما سيعطي زخما لهذا القانون وسيجعل قضايا الاسره متمركزه او متمحورة في نطاق في صلب العمل القضائي الذي تقوم به النيابه العامه اذا من هنا نخلص الى ان الى ان الممارسه العمليه جعلت الفصل التاسع اي الذي يعتبر النيابه العامه كطرف منضم في قضايا الاسره يرشح على الماده الثالثه من مدونه الاسره التي تعتبر النيابه العامه طرفا اصليا ولكن وفق مفهوم جديد يقتضي من النيابه العامه ان اذا تعذر عليها حضور الجلسه ان تقدم مستنتجتها كتابه في القضيه كذلك هذا الفهم جعل من غير الضروري على النيابه العامه ان تقدم يعني الطعون ضد الاحكام الصادرة في بعض قضايا الأسرة لأن ذلك يخضع للسلطة التقديرية للأطراف فعلى سبيل المثال إذا صادر حكم بالطلاق مثلا فلا يمكن للنيابة العامة مثلا أن تقوم بالطعن في في جانب في هذا الحكم باي سبب من الاسباب في الجانب المتعلق مثلا بتحديد النفقه او بتحديد قيمه النفقه لان هذا يخضع الى السلطه التقديريه للاطراف الذين يبقى لهم الحق في الطعن من عدمه ولكن مع ذلك يمكن القول انه قد ولد دور جديد مهم واساسي للنيابه العامه تقوم به في اطار قضايا الاسره اذا بذلك نكون قد انتهينا او ختمنا الحديث عن المدخل العام لهذه المحاضرات الذي تحدثنا فيه عن السياق التاريخي لقانون الاسره وابرزنا فيه كيف انه المشرع سعى الى تحقيق بعض الاهداف التقنيه والموضوعيه من اصدار مدونه الاسره ومدونه الاحوال الشخصيه التي تلتها بعد ذلك مدونه الاسره وان اصدار هذه المدونه في حد ذاته يشكل تدخلا للدوله في مجال الاسره على اعتبار ان الاسره في السابق كانت تخضع اما القانون الشرعي الممثل في الفقه الاسلامي المالكي او للقانون العرفي فتم توحيد القانون الذي يطبق على الاسره في جميع انحاء التراب الوطني كما تم كذلك توحيد الجهاز القضائي الذي يتولى البت في قضايا الاسره تم ايجاد قانون اسري متكامل يمكن ان يطبق وبسهوله من طرف المحاكم الاجنبيه على المغاربه المقيمين بالخارج وكذلك تم تعزيز دور دور الدوله ودورها في قانون الاسره اذا بعد هذا المدخل العام سوف ننتقل الى الحديث الى الفصل الاول المتعلق بالزواج والخطبه نتركه الى اللقاء المقبل بحول الله